بسم الله الرحمن الرحيم إلى وزارة التعليم العالي. موضوع بخصوص المواقع البديلة وإغلاق المواقع البديلة وإرجاع الطلاب إلى مدينة الموصل. أريد بالبداية أن أتكلم مع سيادة وزير التعليم العالي وأوجه له هاي مو المناشدة، إنما أتكلم معه كطالب في جامعة الموصل، واحدة الجامعات العراقية. راح أخذ الأمر بجانبين. الجانب الأول، سيادة الوزير كل ما يطلع في اللقاءات والتلفزية وسواء في اتصالات مع بقية القنوات يذكر موضوع الرصانة. خلينا نجي الموضوع الرصانة اللي هو أهم شيء يعتبره حاليا في الجامعات العراقية. طبعا موضوع الرصانة لا ليس هناك تحقيق للرصانة إذا ما كان هناك معطيات ومتطلبات تحقق هذه الرصانة العلمية. كيف تحقق رصانة علمية سيادة الوزير في جامعات لا تحتوي أصلا على مواد، مثلا المواد أو قاعات علمية وأجهزة، سواء أجهزة طبية أو أجهزة كيميائية أو فيزيائية. أنا أعرف الرصانة العلمية تتحقق عندما تبنى جامعة الموصل ويكون لها بنيان، والبنايات التي هدمت تبنى. كم الآن أسأل أحد الزملاء منذ متى تحرك الموصل؟ منذ أقل شيء سنتين أو سنة ونص على الأكثر أو الأقل. هل بسنة ونص بنى بناية؟ لا، الجواب لا. هل بسنة ونص أدخل معدات إلى جامعة الموصل تواكب التطور التعليمي الحاصل في ليس في العالم إنما في بعض الدول العربية؟ الجواب أيضا لا. إذا الرصانة العلمية لا تتحقق يا سيادة الوزير إذا ما تتحقق المطالب الأولية للتعليم، وهي البناء، وكذلك توفير مستلزمات للدراسة، وكذلك المنح التي أنت بلسانك قلت أن هناك منح للطلاب سوف تمنح منذ توليك الوزارة، ولحد الآن سمعنا بها ولم نرى في أي منحة. الآن الطالب كيف نأتي لموضوع نقل المواقع البديلة؟ كيف لطالب يسكن في مخيمات، في سواء مخيم دركار في زاخو أو مخيم خانكي في مدينة دوغ؟ طبعا على فكرة كل الطلاب وكل العوائل الموجودة هنا 2500 و2000 طالب فلنقل كلهم أصحاب مخيمات وهم لاجئين داخل مخيمات ولا يملكون بيوت. أخي العزيز، أسباب عدم عودتهم، أولا الحالة المعيشية والاقتصادية. أنت كيف تجعل طالب يعود وهو ما لديه قوت يومه ولا يملك بيت ولا يملك سقف ولا يملك مستلزمات أصلا في بيته، مستلزمات حياتية أهم من مستلزمات دراسية؟ لكن الأمر برمته أعيد لهم بيوتهم، اللي جماعة السنجار، جماعة الزمار، جماعة ربيعة، حتى عرب وأكراد والتركمان ومسيحيين وإيزيديين تعرضوا في هذه الحرب إلى ويلات، فقدوا عزيز أو فقدوا أحد من أفراد عائلتهم أو بيوت. إذن هل تستطيع يا سيادة الوزير إعادتهم إلى بيوتهم؟ لا تستطيع. هل تستطيع توفر منحة لهم؟ لا تستطيع. هل تستطيع توفر باصات نقل لهم؟ لا تستطيع. إذن ولو استطعت أن توفر كل هذا، هل تستطيع أن توفر لهم مستقبل؟ لا تستطيع يا سيادة الوزير. إذن المواقع البديلة يجب أن تبقى على الأقل سنتين لأن تتخرج هذه الدفعات، لأن هذه الدفعات مع حالتها المعيشية جدا جدا سيئة. احنا طلاب جامعة الموصل اللي متهجرين واللي ساكنين هسه حاليا بالمخيمات وموجودين هنا بالأقليم، يعني جاء قرار انه راح يلغي الموقع البديل. يزين سيادة الوزير انت من تنطي هذا القرار يزين ما تسأل منو هذول اللي يداومون بالموقع البديل؟ شلون حالتهم؟ شو يسوون؟ يعني اغلبيتهم قاعدين بالمخيمات، يطلع الصبح من الصبح يطلع يشتغل حتى بس يوفر القوت اليومي له والاهله، يطلع من الصبح يشتغل الى المغرب، يجي هنا يداوم، بعد الدوام يرجع للبيت يدرس الى 12 بالليل، يرتاح له كم ساعة ويطلع من الصبح يشتغل مرة ثانية. زين انت من تنطي قرار انه لغى الموقع، زين هذا الطالب ايش راح يسوي؟ واحده من الحالتين، يا اما يبطل من الجامعه، من جامعه الموصل، ويبقى يشتغل حتى يعيش اهله، يا اما يروح يداوم ويعوف اهله ما عندهم معيل. يعني شلون بهاي الحاله؟ ارجو منك ان تفكر بحال الطلاب، حال الناس اللي قاعدين بالمخيمات. انا عن نفسي احكي انه انا طالب من سنجار، مدينه سنجار انت تعرف والكل يعرف انه سنجار مدينه منكوبه، سنجار متحطمه كلها صايره على الارض. زين رجعنا على بيوتنا على سنجار حتى نرجع ندام جامعة الموصل عادي، قاعدين هنا ونشتغل وإيجارات ومصاريف ويلا باليلا نقدر نجي نداوم هنا. زين شلون راح نرجع على الموصل من هنا مصاريف رادنا، مصاريف طريق؟
يعني كل طالب اقل شيء يراده 300 الى 400 الف كل شهر بس مصاريف الطريق ومصاريف ملازم وروحات ورجعات، هاي من غير السيطرات والتاخير. تطلع بالخمسة الصبح لازم ما ترجع الى الخمسة المغرب، تقريبا 10 ساعات 12 ساعه. زين انت هيمت ترتاح، هيمت تدرس، هيمت تشتغل حتى تعيش اهلك، هيمت ترجع تداوم، هيمت تمتحن. والله ترى ظروف الطلاب صعبه جدا هنا خاصه اللي ساكنين بالمخيمات. فيا سياده الوزير ارجو ان يعني تنظر الحال هاي الناس اللي قاعدين هنا بالمخيمات، انت قاعد هناك صحيح بس ما تعرف ايش اكو هنا، تعال شوف زور المخيمات، شوف الناس اللي قاعدين هنا، تعال شوف حال الطلاب اللي هنا، يعني اكثر من 1200 الى 1500 طالب راح يبطل مستقبل وتعب وكل هذا راح يروح بلاش. زين انت تقبلها؟ تقبل ابنك مكانه هذا هيك يبطل على مود ما يبقى الموقع هنا سنه او سنتين؟ والله يا سيد ما تقبل. ابنك هسه قاعد بغير دولة او تدازه بغير جامعة يدرس من ارقى جامعات العالم، وهنا الطلاب اللي قاعدين بالمخيمات يريد بس يخلص بس يتخرج، ما تخلون يتخرج من راح يبطل، هذا شو يسوي؟بسم الله الرحمن الرحيم. احنا طلاب جامعة الموصل نداوم مواقع البديلة. يعني بصراحة يا سيادة الوزير انت اعطيت قرار الغاء الموقع، زين اريد تفهمني تقدر تنطي قرار نرجع على بيوتنا؟ والله نجي نداوم بالموصل، يعني بصراحة احنا اهالي سنجار، يعني 80% احنا اهالي سنجار مواقع بديلة نداوم بصراحة. يعني والله العظيم والله العظيم يا سيادة الوزير يعني انت تقبلها ابنك، ابنك ما عنده ظروف يعني هيك، يعني ينظر الينا نظرة ابن. سيادة الوزير والله العظيم اعرف طالب يداوم بشعبتي وبقسمي، والله العظيم ابوه مريض، يعني حق دواء ما عنده، حق دواء ما عنده، والله وتله وبالله، يعني ابوه توفى ما عنده، يعني ما عنده 20,000 حق الدكتور، يعني من الكامبا من المخيم يحاولوا على الدكتور. فشون يا سيادة الوزير مثلا يقدر يكلف يعني بالشهر اقل طالب، اقل طالب يصرف 400,000 روحه وجايه 250,000 300,000 وحق المصرف وحق الملازم وحق الاستنساخات. يعني انت انطي قرار خلينا نرجع على بيوتنا، والله احنا بدنا نداوم، يعني بصراحه تريد احنا نريد نداوم جامعه الموصل، احنا يعني نشوف نشعر كانه احنا طلاب جامعه، يعني هاي الشغله مو بيدنا بصراحه تريد. وصار لنا 3 سنين نداومين، هاي مساعده حيل هوايه. والله وضع سنجار يعني مدينة منكوبة، يعني بها يعني مدينة منكوبة ما نقدر نرجع، نتمنى منهم يوفرون الأمن والأمان احنا نرجع، والله احنا نرجع، احنا بزعنا بهاي المخيمات وبهاي. اتحدى الوزير يجي ساعة واحدة يقعد بالكامبا، خليه يجي يشوف المعاناة مال الكامبا وبعدين ينطي قرار إلغاء الموقع أو الموقع. والله العظيم البارحة كنا قاعدين جماعتنا الطلاب، يعني طالب من الطلاب عم ساكن بالمخيم سأل واحد بالاتحاد كان موجود يمنا، قالوا إيه متى يعني إلى يا وقت مثلا أكو تأجيل، هو مرحلة رابعة يعني يريد يأجل، يعني ظروفه ما ساعد وما يقدر يروح ويجي. يعني هسه أكثر من 1000 طالب بهذا القرار راح يعني بطل من الدوام، بصراحة ما راح يداوم بالجامعة. بداية التحريك كان طريق مفتوح من الربيع، راح زرتها مرتين، يعني صار 3 سنين سنجار محررة، 3 سنين سنجار محررة مرتين راح زرتها، هسا الطريق ماكو. بين زمار وربيع ما أدري حساسيات بين الطرفين والطريق مزود، نتمنى منهم يفتحون الطريق. يعني مثلا هسا إذا دروا على سنجار لازم على الموصل، من الموصل ربيعة أو تلافر ويلا تصل سنجار. المخيمات على سنجار بالتحديد شلون راح يداومون؟ ما يداومون صدقني ما راح يداوم، يعني احنا 2200 طالب بصراحه، اكو يعني اكو ناس متمكنه راح تداوم، بس اكثر من 1000 طالب ما راح يداوم، يعني ما عنده امكانيه ماديه، ما عنده ما يقدر يداوم، يعين اهله لو ما يعين اهله، واكثر شيء يعني وحيد اهله، يعني صعبه الظروف من كل النواحي صعبه. احنا بنرجو من المسؤولين ومن المعنيين ومن اللي يهم الامر ينظر الى حالتنا ويسوي اعاده نظر بالكتاب الغاء هذا القرار مال ارجاع على موقع الاسم، نتمنى نكمل هنا، ها سنتين هو باقي سنتين. شكرا. احب اطالب سياده الوزير وزير التعليم العالي ورئاس مجلس الوزراء بالموافقه على الغاء مواقع البديلة بالنسبة لنا كطلبة جامعة الموصل
يعني أتمنى تنظرون إلى حالتنا من كل الجهات سيادة الوزير، من الناحية الاقتصادية، من ناحية التعب، من ناحية كثير من كل النواحي أتمنى تنظر إليها. يعني إحنا طلاب، هسه طلاب، كلنا طلاب، سكننا هنا، حاليا ساكنين بدهوك، كلنا نازحين جايين بدهوك، سكننا بدهوك، فأنت تصور لو كلتنا إذا رجع المواقع البديلة ما حد راح، يعني أهالينا وباقين بدهوك راح نروح ونرجع يوميا الموصل. فأنت تصور سيادة الوزير متاعب الطريق، أتمنى بس تجي تشوف طريقنا ما بين دهوك وموصل، شوف الطريق ايش قد متعب، بغض النظر عن الطريق، المصاريف اللي راح نصرفها كاشتراكات، كمصاريف استنساخ، كمصاريف، بغض النظر عن هذا، يعني كثير من الطلاب اللي موجودين هنا أنا أكثرهم دراسات مسائية، الدراسات المسائية هو ده يدفع ما يقارب من 1 مليون إلى 2 مليون حسب الكلية اللي ده يدفعها القسط السنوي، هل الكلية إضافة إلى مصاريف الطريق، مصاريف اشتراكات، مصاريف، يعني أتمنى سيادة الوزير تنظر بحالنا وعلى يعني إحنا تعبنا صار الصراحة 2 أسبوع، طلاب جماعة الموصل باشروا، إحنا يوميا ننتظر قرار سيادة رئيس الوزراء على ما يوافق، النواب تقدم كتاب، أعضاء البرلمان تقدم كتاب إنه راح نسوي لكم، راح نسوي، بس لحد الآن ما شفنا شيء ملموس، ما شفنا كتاب رسمي يوجه يعني يؤكد إلغاء قرار الموقع البديل أو إبقائه في دهوك، يعني تعبنا نحن من هاي الحالة، محاضرات تمشي علينا ما أكو أي حل. فأتمنى من سيادة الوزير أن ينظر بحالنا ويشوفنا يعني كأبنائه كأخوان صغار له، يعني بصراحة الحالة يرثى لها. أنا قد يجوز أنا عن نفسي أقدر أتمكن، بس كثير الناس عندنا ما تقدر تتمكن، تتعب يعني من ناحية المادية تتعب، من ناحية الصحية كثير ناس عندنا، كثير طلاب أكو مرضى ما تقدر تتحمل هذا الطريق، طالبات بنات، يعني إذا البنت ساعة 5-6 الصبح تقعد، 5-6 الصبح تطلع، 5-6 4-5 ترجع من الجامعة، 12 ساعة، يعني مو قليلة، هاي تعب، مصاريف، دراسة، كل هاي تأثيرات أثر على حياتنا كإحنا كطلاب، بغض النظر عن الاشتراكات الموجودة، مصاريف، يعني أقل اشتراك هسه حاليا من دهوك للموصل 200 ألف، 200 ألف الطالب يدفعها بس مصاريف نقل، عدم مصاريف الجامعية، عدم مصاريف، كما ذكرت قبل قليل انه مصاريف اقساط الكليات المسائيه، يعني اتمنى تنظر بحالنا سيادة الوزير. نطالب السيد الوزير المحترم وهيئه مجلس امانه الوزراء المحترمه بالنظر في وضعنا، انه احنا اغلب الطلبه النازحين ممن يسكنون في محافظات دهوك وزاخو والاقضيه والنواحي التابعه لاقليم كردستان. صراحة احنا من ضمن الطلبة في المواقع البديلة اللي انفتحت وباشرة دراستها من بعد سقوط مدينة الموصل، فكان الأمر انه نظر بأمور الطلبة وانه استمرار لعملية الدراسة وسلسلة وعجلة التعليم في العراق، بادرت جامعة الموصل مشكورة في فتح مواقع بديلة في كل من دهوك وكركوك. هذه المواقع كانت صراحة عنصر مساعد لأغلب الطلبة وأغلبهم اللي سكنوا أيضاً في دهوك وكركوك، كانت عنصر مساعد للوضع الأمني والوضع الاقتصادي لهم، نظراً لأنه أغلبهم من النازحين اللي سكنوا هذه المناطق جاءوا من مناطق النزوح في محافظات الأنبار أو صلاح الدين أو الموصل. فنظراً للوضع الاقتصادي أيضاً وصعوبة التنقل حالياً ما بين دهوك وما بين موصل، يعني احنا نلاحظ اغلب الطلبه حاليا هو من دراسات المسائيه والصباحيه، يعني هذا طالب يتطلب لامور اقتصاديه، واحنا نلاحظ انه اغلبنا نازحين، ظروف العمل احنا كلها معروفه عندنا، انه شغل ماكو وعمل ماكو، فالطالب هو مضطر يكون انه معيل لاهله وناسه، صعبه عليه يتركهم ويروح الجامعه ويرجع، فما عدا مصاريف ايضا التنقل ومصاريف الاقامه ومصاريف السكن، مصروف الجيب، ما عدا مصاريف الدراسه المسائيه اللي تتطلب من كل طالب تقريبا 1 مليون، والاشتراكات اللي اقل مثلا طالب، اقل طالب تقريبا من 200 الى 250، فهذه كلها يثقل كاهل الطالب صراحه، وانه اغلبنا نازحين والاغلبيه اعتمادهم على اهاليتهم اللي هم متقاعدين، وحسب ما نشوف انه رواتب التقاعد يعني يا دوب تكفي كطالب، انا يحتاج لي راتب كامل، ما عدا انه اذا عندي اخويا او اختي ايضا طلاب يحتاج لهم مصاريف، يعني نكون مراعين لهذه الامور اقتصاديا، ونكون مراعين ايضا لامور الطالبات اللي هي صعبه عليهم موضوع التنقل ما بين المحافظات، انه هو خصوصا نلاحظ اهاليتهم نازحين
اضطروا انه سكنوا بالاقليم من مخيمات ومن بيوت. حسب زيارتي الاخيره جامعه الموصل الاسبوع اللي مضى لاحظت انه المناطق اغلبيتها مدمره بالكامل، والمناطق اللي موجوده وموجود السكن بها صراحه قاعد يصير استغلال خصوصا بالنسبه للطالب. يعني كطالب انا اليوم اروح ادور لي على سكن، اول ما يجي يسالني ابو البيت يقول لي انت طالب مثلا، اقول له اي نعم، يقول لي ايجار اقل بيت اصغر بيت يقول لي مليون. فصراحه انا كطالب يعني منين اجيب اذا كنت مثلا لا عندي شغل لا عندي عمل، واني هناك رايح كشخص غريب ما عندي احد، ما عندي احد يساندني، ما عندي احد يعينني. مثلا انا كطالب ولد اوكي اشتغل اعين نفسي، اذا كنت دراسه مسائيه أداوم الصبح اشتغل اي دوام، بس بالنسبه للطالبات شلون؟ بالنسبه للاقساط، بالنسبه للدوام، بالنسبه للفتره الحرجه. مثلا انا كطالب اذا اتنقل ما بين دهوك او زاخو مكان سكني الى الموصل يحتاج لي انا ساعتين نقل ما بين دهوك الجامعه وما بين زاخو وما بين الموصل، بالاضافه الى 4 ساعات دوام. فيعني يحتاج لي انا اغيب عن البيت صراحه اقل شيء 8 ساعات الى 10 ساعات، وهذا الشيء ضد ايضا سير العمليه الدراسيه وسير الامتحانات، وايضا سير يعني كطالب اني كفكر كجهد كبشر يعني اكثر من طاقتي هذا الشيء صراحه. نطالب من الجهات المعنيه بابقاء المواقع البديله نظرا للظروف الاقتصاديه التي يمر بها النازحين، ونظرا للاقليات التي تسكن في المخيمات، والوضع الحالي لا يسمح لنا بالعوده الى الدوام في جامعه الموصل. نطالب من سيادة الوزير ورئيس البرلمان ورئيس الجمهورية ومكتب دولة رئيس الوزراء بالنظر إلى أمرنا، كونه إحنا أغلبنا يعني عوائل شهداء وفاقدين أعداد من عوائلنا، نتمنى أنه يعني يرأفون بحالتنا وينظرون لأمرنا، أنه دوام ما نقدر صراحة نداوم بالجامعة الأصلية بالموصل. اغلبنا واحد انا من الناس فاقد اخويا، فكيف اروح مكان فقدت بيه اخويا اداوم بيه؟ عندك الحاله الثانيه يعني اغلبنا طلاب، حالتنا الاقتصاديه صراحه ما تسمح انه اشتراكات وسكن ومصرف دراسه، يعني كرسنا دراستنا بالمواقع البديله، ضبطين امورنا، عيشتنا هنا يعني مستقره. نحن طلاب المواقع البديلة نطالب من السيد وزير التعليم العالي بإبقاء المواقع البديلة في محافظة دهوك. يعني سيادة الوزير، نحن أغلب الطلاب منا نازحين ونازحين من الموصل، يعني عندنا طلاب فاقدين أهلهم، عندنا اللي فاقد أخوه، اللي فاقد أبوه، اللي هنا عايش يعني هو وحيد أهله وأكبر ولد من بين إخوانه، فشلون راح يقدر يروح على الموصل ويرجع؟ يعني بصراحة شغلة كلش صعبة. نحن عندنا طلاب وطالبات المخيمات، يعني هو يا دوب عايش نفسه، عايش حاله، يا دوب عياكل ويشرب، يجي يدفع حق الاشتراكات، يعني بالشهر ينراد له 400,000 500,000 اشتراكات ومصرف، يعني هذا الشيء صراحة يعني صعب كلش. فنطالب من السيد وزير التعليم العالي وفخامة رئيس الوزراء والأمانة العامة أن تبقى الموقع البديل، لأن صراحة ما حد من الطلاب، يعني أنا متأكد 1200 طالب ما راح يقدر يروح يداوم بالموصل نهائيا، لأن صراحة أول الوضع الأمني ما بيشي، بس الوضع الاقتصادي صعب كلش صعب. يعني المناطق مهدومة، يعني أكو طالب والله أكو عوائل ما ملقية أمها وأبوها اللي ضايعين بالانفجارات تحت التراب، ما ملاقي لهم قبور، يعني وين يروحون هذول؟ اشلون راح يرجع على الموصل؟ منو انت ترجع؟ يعني سياده الوزير انت راح ترجع على الموصل؟ انت ترجع على المكان اللي فقدت امك وابوك به؟ والله ما راح ترجع. يعني صراحه يعني نطالب انه تشوف تراعي وضعنا الاقتصادي، يعني صراحه يعني ما نعرف ايش نقول بعد. يعني نتمنى انه تساعدنا بهذا الشيء وتبقي لنا الموقع، هو باقي سنتين، هي بقى ثالثة ورابعة، يعني اكو اغلب الطلاب كانوا بالموصل وضع داعش كانوا بالموصل، تحررت الموصل والله طلعوا من الموصل، يعني شلون نحن راح نرجع على الموصل؟ فساعدنا، نرجو المساعدة منك سيادة الوزير، نطالب الأمانة العامة أيضا ورئيس الوزراء أن يساعدنا بهذا الشيء، يعني والله العظيم يعني ما نعرف ايش نقول، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، واكو بعض الطلاب مهددين، يعني هم طالعين من الموصل مهددين، يعني ما يعرفون ايش يرجعون، يعني خوف، يعني انا من الطلاب ما راح اداوم، والله 1200 طالب ما راح يداوم، 1200 طالب انا متاكد ما راح يداوم، ما عدا اللي
ألف طالب اللي حالته زينة متمكنة واللي عنده سكن بالموصل، هاي غير شغلة. يعني إحنا وين نروح؟ بس أريد أعرف وين نروح. يعني إحنا طلاب دهوك، يعني إحنا طلاب المسائي، إذا ساعة ثنتين نروح على الدوام، اشتراكات ساعة ثنتين نروح على الدوام، ساعة خمسة الدوام يخلص، بلاش قد راح نصل بيوتنا؟ بالسبعة بالثمانية بالتسعة، يعني يعني والله شغلة مو معقولة. يعني انغاد أغلبنا، يعني أغلبنا أكبر ولد بيتنا، أغلبنا أيتام، أغلبنا يعني أبونه ميت، هو أكبر طالب وأكبر ولد من بين أخوانه، هو اللي عايش أهله. يعني نطالب منه إنه المخيمات كلها واحد بالشتاء، يعني واحد ما يعرف إيش يقول. يعني المخيمات بالشتاء بالزور عيقضي نفسه، عيقضي يعني عياكل ويشرب ببيته بالمخيم. يعني اكو عوائل استقرت، يعني مستقرة ما تقدر ترجع للموصل. ونقول لك يعني اذا انت ترجع البيوت المهدومة، نحن همينا نجي نداوم بالموصل عادي. رجعنا سكننا بالموصل، نحن هم نجي نداوم بالموصل عادي، ما عندنا اي شيء. وشكرا جزيلا. هاي السالفة أو هذا الموضوع يعني أخذ شيء أكثر، يعني شو تقول، ما يعني ما تقدر توصفها، شغلة كبرى. يعني شو الراد لها؟ موافقة الوزير، إحنا يومية فلان مسؤول قال وفلان حكى وراح ورجع وانلغت المواقع وجت المواقع. يا أخي هي باقية سنتين، وهاي المواقع المنو؟ الطلاب المنكوبين اللي ما عندهم بيوت بالموصل، اللي جو سكنوا بدهوك، او الطلاب اليزيديين والمسيحيين. انتم كلكم تعرفون اكثر الناس اللي ضرروا من داعش هم النازحين، وخاصه الفئه الاقليات من العراق، اليزيديين والمسيحيين والشبك وغيرهم وغيرهم. العراق كله تاذى بسبب داعش، بس اكثر شيء هاي الفئه اللي تاذت بسبب الحرب العراقية على داعش. يعني ليش ما يبقى الموقع البديل؟ أريد يعني فد سبب يقنعني أنه الموقع البديل يابا ما يبقى على مود فلان شغلة. هي باقية سنتين. ثاني شيء، أكو طلاب من محافظة دهوك اللي ما يقدرون يروحون على مثلا يروحون يداومون بالموصل. خلي نشكر أهل دهوك على وقفتهم ويا الطلاب النازحين من فتحة المواقع البديلة. يعني خلي يعني تكون وقفة من وزارة التعليم العالي قدام أهل دهوك على هاي الوقفة اللي وقفوها ويا النازحين. أهل دهوك يعني نقول خلي عدد النازحين أكثر من عدد دهوك، فخلي شوية يكون يفكرون بالمواطن، خلي يفكرون بالنازحين، خلي يفكرون بالطلاب. يعني شنو ذنب 2000 أكثر من 2000 طالب؟ 2000 أكثر من 2000 طالب، أنت تعرض مستقبلهم الخطر، اللي يعوف المدرسة، اللي يعوف الكلية، اللي يعوف شغله يروح يداوم بالكلية. كل طالب ينراد له على الأقل 350 ألف دينار عراقي شهريا بس على الاشتراكات والروحة والجاية. يعني يروح للموصل ينراد له 350 ألف، هو أصلا بيت ما عنده، عايشين بالمخيمات، ما عندهم شغل يشتغلون. والطالب شون يعني يشتغل شغل ويروح يداوم بالكلية؟ ما يقدر يدبرها. فيعني ما أعرف، أريد سبب يقنع الطلاب إنه هذول الطلاب ليش ما لهم مواقع بديلة. مع العلم هاي المواقع يعني إذا نأجر مثلا مدرسة أو يأخذون مدرسة للطلاب، كل شيء مستلزمات الطلاب، يعني الرحلات كاملة، سبورة كاملة، كل شيء، بس يجون الأساتذة. هي سنتين احسبوها حال المدارس. المدارس اللي هسه مدارس تابعة للعراق بإقليم كردستان، بدهوك موجودة، بأربيل موجودة، بكل منطقة بالسليمانية موجودة مدارس وهاي مقرات بديلة. حالكم حال وزارة التربية، ايش بيكم يا معودين؟ يعني والله الطالب حرامات، يعني تدمرون مستقبله، طالب الكلية تدمر مستقبله على مود سنتين باقيات للمواقع البديلة، وبعدين الغوها وما نريد منكم اي شيء. وهاي يعني رسالتي لوزير التعليم العالي، ان شاء الله يرأف بحال الطلاب، والى كل وزير او كل مسؤول او كل نائب بالبرلمان العراقي يفكرون بحال الطلاب. ترى يعني والله مأساة، بزعنا يوميا، راحت المواقع رجعت المواقع. المفروض يلقوا لها حل باسرع وقت. طبعا اكيد انت، انا جاي اقول لك اشتراك الشهري للطالب الواحد 350 الف، زين هو يروح للكليه ينراد له يشتري ملازم، يشتري كتب، يشتري قرطاسيه، مصارف، او شيء ثاني. يروح الساعه الطالب
إذا يروح يداوم بالموصل ينراد له ساعة 5-6 الصبح يقعد على مود يلحق يبدل وهاي ويروح للموصل ساعة ايش قد يرجع؟ ساعة 2-3 يطلع من الجامعة، ساعة 4-5 ما يصل البيت، شلون راح يدرس؟ شلون راح يشوف الحياة الجامعية؟ شلون يعني مو بس الطلاب، طالبات، أنت احسب حال الطالبات شلون؟ هاي طالبات اللي أنا أعرف كثير من الطالبات، احنا الطلاب صارنا 4 سنوات وياهم، والله راح يبطلون من الجامعة. ما يقدرون يعني اكو ناس ما عندهم مصرف. يعني البنت هسه الشاب نقول بأسوأ الأحوال يقدر يدبر شيء، ومو كل 2200 طالب كله يدبر هاي السالفة، ما حد يدبرها، بس يعني الطالبات والله راح يبطلون، أغلب الطالبات راح يبطلون من الجامعة بسبب هذا الموقف من الوزير. مو يعني يقولون مو بيد الوزير، العد بيد منه، المفروض هاي الشغلة بيد الوزير. نحن كطلاب جامعة الموصل في المواقع البديلة في دهوك نطالب من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإبقاء المواقع في محافظة دهوك 10 أيام، يعني راح من الدوام وما لا قرار لا شيء. نريد قرار لو يبقى المواقع، ونتمنى تبقى المواقع بسبب الوضع الأمني والوضع الاقتصادي سيء جدا، الوضع الاقتصادي سيء، ومناطق شنغال يعني لحد الآن ما بيها خدمات، كل شيء ما بيها. فأكثرية الطلاب هنا كلهم بخيمات، هسه أنا بيتي هنا مأجر وأخوي الله طالب، هسه نحن يعني بيت ما يوميا أتحول من مكان لمكان لموصل، هسه إيجارات بالموصل ماكو، صار لي أسبوع زمان إذا دوامي انقل على الموصل ماكو إيجارات، بيتي متفجر يعني من ناحية زمار، والوضع الاقتصادي سيء جدا، ونتمنى من الجهات المعنية بإبقاء المواقع البديلة في دهوك، وشكرا جزيلا. حكي الله سبحانه وتعالى.